في أعقاب تدهور حالة حقوق الإنسان في حلب وتقاعس نظام الأسد وحلفائه عن الوفاء بالتزاماتهم الدولية، عقد مجلس حقوق الإنسان بدعوة من بريطانيا وبتأييد من المملكة العربية السعودية وبعض الدول جلسة استثنائية حول الفظائع المرتكبة في حق المدنيين السوريين في حلب. Accountability of all parts to the conflict is critical. Perpetrators of war crimes and crimes against humanity will only cease to violate the laws of war when it is clear that they will be held to account. This is why referral to conflict in Syria to the ICC or under ad hoc international justice mechanism is critical to resolving this conflict. أدانت المملكة العربية السعودية في كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان الجرائم المرتكبة في حق المدنيين السوريين في حلب، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير ممرات آمنة لدخول الإعانات الإنسانية دون شروط مسبقة، كما شددت على نظام الأسد وحلفائه بالالتزام بتعهداتهم الدولية تجاه حقوق الإنسان والمواثيق الدولية. قد أيدت بلادي عقد هذه الجلسة الخاصة لمجلسكم الموقر في ظل التصاعد الخطير والعنيف والغير مسبوق من قبل النظام السوري وحلفائه في قصف واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمستشفيات في شرق حلب، والذي خلف مئات القتلى وآلاف الجرحى في انتهاك سافر للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، الأمر الذي يجعلها تصل إلى مستوى جرائم حرب ضد الإنسانية. كما طالبت المملكة العربية السعودية مجلس حقوق الإنسان بحالة الجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في حلب إلى محكمة الجنايات الدولية، وذلك تأييدا لدعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان زين برعد الحسين الذي طالب بحالة ملف الجرائم في حلب لمجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية. سعت بلادي وبكل إخلاص مع شركائي من أصدقاء سوريا خلال اجتماعات الوزان ولندن لإيقاف قصف حلب والدفع بالحل السلمي في سوريا، إلا أن استمرار الأسد وحلفائه في عدوانهم لا يساعد على ذلك. ولذا فإن وفد بلادي يدين بأقصى العبارات استمرار النظام السوري وحلفائه في قصف من شرق حلب وقتل المدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 275 ألف شخص واستخدام أسلوب الأرض المحروقة لدفع السكان للزنوح للنزوح خارج مناطق معيشتهم والتهجير القسري لإحداث تغييرات ديموغرافية لصالح النظام. الجلسة الاستثنائية التي دعت إليها المملكة العربية السعودية وبريطانيا وبعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان حملت نظام الأسد وحلفائه أوضاع حقوق الإنسان المأساوية في حلب. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.